نستهل جولتنا في قراءة أبرز عناوين الصحف الآسيوية الصادرة اليوم من الصين، حيث ذكرت صحيفة تشاينا الديلي أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية صرح أن الصين بصفتها مضيفة لمنتدى بواو الآسيوي السنوي تتطلع إلى إجراء تبادلات معمقة مع جميع المشاركين. وأشارت اليومية إلى أن وتيرة التكامل الاقتصادي في آسيا تتواصل على الرغم من أن الوباء تسبب في خسائر فادحة، وأبرزت أن آسيا ستظل في طور الانتعاش الاقتصادي في العام الجاري، إذ من المتوقع أن يبلغ معدل نمو بالقارة حوالي 5.2%. وفي كوريا الجنوبية، أورد ذا كوريا تايمز أن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب انتقد الحكومة لرفعها قبل الأوان لجميع قيود التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا. وفي الهند، أفادت صحيفة هندوستان تايمز أن حالات الإصابة بكوفيد 19 في البلاد قد ارتفعت مرة أخرى بعد أن خففت عدة ولايات القيود الصحية في مارس الماضي.